السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وحشتونا جدا من الأسبوع اللي فات لغاية النهاردة. طبعا احنا كل حلقة بنقدم الجديد، وبقالنا كذا حلقة كده بنقدم في مشاكل وقواضي، فالنهاردة بقى ايه حلقة فيها هدوء شوية، هدوء نسبيا. وحلقتنا النهاردة فيها مفاجأة، فيها فقرة مفاجأة. طبعا الفقرات النهاردة تعتبر مختلفة شوية عن نمط البرنامج، علشان يعني ايه ما تزهقوش مننا كتير. جات لنا أسئلة كتير قوي على صفحة البرنامج بقواضي كتير ومشاكل كتير، بس طبعا علشان البرنامج برنامج اجتماعي فقررنا ايه نغير شوية. هنبدأ نقول بسم الله الرحمن الرحيم بأولى فقراتنا النهاردة. معانا شيف فاطمة محمود. فاطمة مصطفى برضو مفيش فايدة، فاطمة محمود تلف البطاقة. أهلا بيك يا حبيبتي. فقرة المطبخ، وفقرة المطبخ حضرتكم عارفين طبعا معانا إن هي فقرة ثابتة في كل حلقة نظرا للإقبال الشديد عليها. منوراني. أول مرة تطلعي صح؟ أول مرة أطلع على الهواء؟ ولا يعني عملتي برامج تانية ولا؟ لا ما عملتش برامج خالص، أنا أصلع عشان القناة عندي. إحساسك إيه بقى؟ لا هو كده إحساسي مختلف يعني، في القناة بسجل وكده، فلا الوضع مختلف خالص على الهواء. تمام، انا مش عايزاكي تبصي للكاميرا خالص عشان ما يبقاش فيه لخبطه او كده. خليكي بصي لي، هتحسي ان احنا اتنين اصحاب مع بعض، فما تقلقيش خالص. قولي لي بقى، من ساعه ما جيتي عماله بتوضبي في حاجات وقلتي لي هتعملي سندوتشات احلى من بتاعه بره. يعني احنا بنحاول في البيت نوفر طبعا، البيت انضف طبعا. الميزانيه بره يعني السندوتشات بره ميزانيتها عاليه على البيت، هنعملها في البيت. هنعمل سندوتشات الفرايد تشيكن او سندوتشات كنتاكي اللي كلنا بناكلها بره، هنعملها في البيت وبتكلفه اقل من بره وكمان جوده اعلى، عشان انت في البيت بتستخدمي بقى عارفه انت بتحطي ايه والخامات اللي بتستخدميها ايه. تمام، فهنحقق يعني ان شاء الله المعادله النهارده ما بين السعر وما بين ان احنا نعمل حاجه جودتها كويسه. توفير طبعا، طالما الاكل البيت بيبقى انضف بكتير، ما فيش مقارنه بين اكل بره وطبعا واكل البيت. قولي لي، انت عندك قناه على اليوتيوب؟ عندي قناه. اسمها ايه بقى؟ اسمها ملح وسكر فاطمه مصطفى. فاطمه مصطفى، امال فاطمه محمود ايه؟ مش عارف. مش عارف. طيب ما علينا. إيه عندك صفحه على الفيسبوك؟ عندي صفحه موجوده. اسمها ايه برضو؟ ملح وسكر فاطمه. ملح وسكر. بتقدمي بس وصفات اكل؟ وصفات اكل اللي هي بامكانيات البيت العاديه المتاحه في اي بيت، يعني من غير ما ان احنا نضيف على نفسنا تكلفه عاليه. فبحاول ان احنا نبسط الوصفه يعني بقدر الامكان عشان تبقى مناسبه لكل امكانيات البيت. تمام، خلاص هسيبك بقى تبداي شغلك. وعايز سندوتشات كده كتير طبعا علشان الاستاف كله يدوق من اكلك. تمام، ربنا يوفقك. هسيبك بقى تبداي الفقره بتاعتك، واحنا نطلع فاصل ونواصل بقى بقيه فقراتنا ان شاء الله. ورجعنا لكم من الفاصل، ومعانا النهارده مفاجاه الحلقه. معانا فنان ومؤلف ورئيس مهرجان اوسكار ايجيبت، استاذ عادل عمار. اهلا بحضرتك. اهلا وسهلا بيكي وتشرفتي بيكي. منور الدنيا. ربنا يخليكي، ده نورك. ميرسي لحضرتك. حضرتك طبعا اسم على علم، يعني حضرتك معروف جدا ومحبوب جدا. انا مش عايزه اقول لحضرتك من مجرد اللي احنا عملنا تنويه كده ان حضرتك طالع معانا كميه المعجبين اللي اعجبوا بحضرتك، ومبسوطين جدا جدا اللي حضرتك نورتني النهارده في الحلقه. ربنا يخليك. ايه حب الناس ده؟ يعني سبحان الله، يعني حب الناس ده طبعا من رضا من ربنا، انا عارفه، بس ايه كميه حب الناس ده؟ هقول لحضرتك على حاجه، اهم حاجه تكون انت مخلصه لنيه اهدافك. فانا مهرجان اوسكار ايجيبت بتتبنى على ثلاث اهداف نبيله. من اول يوم في المهرجان الى يومنا هذا لم اتخلى عن اي هدف من الاهداف الثلاثه اللي متوجهين للمهرجان. تمام. الهدف الاولاني تكريم شباب السينما المستقلة والقوة الناعمة في المجتمع. دول لوحدهم يعملوا لي قاعدة جماهيرية عريضة جدا. الشباب الموهوبين.
بص حضرتك اه طبعا، وبيجي لك ناس برضو مش موهوبه بتتمسح فيكي على انهم موهوبه، بس خلاص هو مصر، لانك لو ما اديتهوليش هيفضل يخرج يشتم فيكي. تدي لهم حضرتك طاقه ايجابيه بقى. دي التجاره مع ربنا سبحانه وتعالى، جبر الخاطر. طبعا. فدي اللي انا بقول لحضرتك دايما، اللي انا بحب دايما ان انا اشتغل عليها، جبر الخاطر. فانا مهرجاني من 3 اهداف، وبعدين نرجع لجبر الخاطر دول. 3 اهداف، الهدف الاولاني ان انت تكرمي وتتوجي شباب السينما المستقله والقوى الناعمه زي خبره التجميل، الهاند ميد، الفاشن، كل المجالات، الشباب الصغير. يعني المره اللي فاتت مثلا، اليوم اللي فات ده، كان كرمت فيه شاب عنده 28 سنه فاشن ديزاينر، ولد مبهر اسمه سما ستايل. الولد ده ابهرني بشغله، واخد بال حضرتك، واول مره يتكرم في مهرجان. المهرجان ده عمل له نقلة تانية خالص جدا، لما الناس عرفته وبدأوا يتفاعلوا معاه أكتر، وبدأ هو يشتغل يخش على جمهور جديد، اللي هو الشباب السينما ومخرجين ومذيعين اللي هم موجودين على الصفحة عندي. تمام. الهدف التاني انك انت عندك فنانين راحلين، بمجرد ان هم ماتوا وعدت سنة ولا سنتين يتناسوا من الإعلام، كان آخرهم الدورة كانت مهداة لروح الفنان محمود مرسي، هذا الفنان المبدع الكبير جدا. طبعا. لما تذكري اسمه في اي عمل من اعماله تقولي ده فنان ما جاش زيه. طبعا. تمام؟ طبعا ما يتعوضش. مهرجاني بيكرم الفنانين الراحلين، ده الهدف الثاني من المهرجان. قبل كده محمود عبد العزيز، نور الشريف، سيد زيان، حسن مصطفى، سعيد صالح، اسماء كبيره. بحيث ان انت كل دوره من الدورات تحيي ذكرى روح فنان. وذكرى فنان كبير رحل عن حياته. الهدف الثالث اللي هم مين؟ انا بعتبر الست المصريه دلوقتي لازم ترجع تاخد حقها. فعلا. كانت مظلومه جدا زمان. ماشي؟ ترجع تاخد حقها في ان يشاد بيها. الست المصريه بتعمل اللي الراجل ما يقدرش يعمله، احنا يا دوبك دورنا ان احنا نروح نشتغل ونجيب فلوس ونرجع. تمام. هي بقى يعني تربي يعني وتعلم ولادها وتراعيهم وتراعي جوزها وتغسل له وتطبخ له كله حاجة. بقى شغل وبيت واولاد ومدارس ونوادي كل حاجة. انت فاهماني؟ فالست المصريه لما تشوفيها في السنين الاخيره، خصوصا بقى عندي في مهرجاني، بدات اكتشف عالم جديد في المراه المصريه. بلاقي بتوع الهاند ميد بيبدعوا في الهاند ميد، يعني في حد اسمها اماني ابراهيم من اسكندريه بتعمل شنط. استاذه اماني ابراهيم. اماني ابراهيم بتعمل شنط وحاجات جلد طبيعي، انا انبهرت بشغلها جدا. في ايا جاد دي بتعمل اكسسوار حريمي، حد مش عايز اقول لك، يعني بقينا ما نفكرش في الاكسسوار الصيني اللي كان بيجي لنا دلوقتي. بقت المساله كلها ان ايه، لا المصريات بقوا يبدعوا. المهرجان بيظهر الناس. بالظبط. فانا بهتم بيهم. ال3 اهداف دول اهداف مهرجاني. نرجع لجبر الخاطر، هو انا لما يجيني شاب واكرمه ويفرح ويخرج يكتب على الصفحه بتاعته شكر ليا، او انه فرحان، انه سعيد، انه ما ده بيديني انا طاقه ايجابيه. تمام. مش هو اللي بياخدها، ده انا اللي باخدها. بيسعدني انا ان انا اسعدت شاب او ست او ولد او مخرج. مزبوط. او ممثل او كلام منه. فبالتالي اصبحت جبر الخاطر بقى مزدوج، انا بجبر بخاطره فهو يروح جابر بخاطري انا كمان بكلمه فعلا حلوه. فعلا يتجارى مع ربنا. بالظبط كده. سبحان الله. فانت زي ما بتدي خير بيرجع لك الخير تاني في ابهى صوره. هو ده مهرجان اوسكار ايجي. يا ريت الناس كلها والفنانين تبقى زي حضرتك. ربنا يخليك. تشجع فعلا بجد، وتشجع فعلا الشباب ويديهم كده طاقه ايجابيه، بحيث ان هم يطلعوا فعلا جيل كويس. دلوقتي للأسف في ناس كتيرة يعني مجرد ما ظهرت خلاص بتنسى الشباب وبتنسى أي حاجة، المهمة نفسها. بالظبط. والموضوع ده للأسف كتر جدا. فعشان كده بقول لحضرتك يا ريت فعلا الفنانين يبقوا زي حضرتك. بصي أنا بتهاجم هجوم شرس. ماشي. طبعا. وكل موهبة بقدمها، يعني أنا مثلا عندي عامر علاء ده مخرج ومونتير، اكتشفت ان الولد موهوب جدا بس محبط. مفيش حد بيسنده، مفيش حد بيديله الحافز ولا الدافع. تعالى يا عامر اشتغل معايا، هتبقى المخرج والمونتير في المهرجان معايا. الولد عمل لي شغل عبقري جدا. هو كان فين؟ كان مدفون، محدش يعرف عنه حاجه. عايز الفرصه. انت فاهماني؟ عشان يطلعوا.
فاحنا بنديلهم الفرصه ديت تمام. هتيجي تقولي لي ايه، طب انت بتستفيد ايه؟ اقول لك هو لازم الاستفاده تبقى استفاده ماديه؟ لا، انا ايه اللي يخلي موقع المشاهير بتاع الويكيبيديا يكتب عني 15 سطر ويقول ان انا الاب الروحي لشباب السينما المستقله؟ دي لو حبيت ادفع لها فلوس ادفع لها قد ايه؟ كتير طبعا، مش كده؟ كتير جدا. لما هو وصل لي ازاي؟ لقى البحث عن عادل عمار كتير جدا، فبدا هو يدخل على يدور على عادل، فلقى عادل ان الشباب بتشكر فيه علشان هو بيكرمهم و و و، فراحوا محطيني في موقع الويكيبيديا، موقع المشاهير. تمام. فده في حد ذاته، لا ده انا القنوات الفضائيه اللي بتستضيفني في البرامج عندها، لولا ان انا عامل القاعده الجماهيريه بتاعتي ما كانوش هيستضيفوني، ما كانوش هيقولوا لي تعالى احنا عايزينك في مداخله تليفونيه علشان نستفيد من ثقافتك السينمائيه. مظبوط مظبوط. فبالتالي لا، المهرجان بيديني، بس ما يدينيش فلوس، بس مش عايز الفلوس في حاجه، انا بيديني حاجه تانية اعمق واشمل، وهي ان انت طول الوقت الناس بتشكر فيك، الناس بتتكلم عنك كلام كويس. فعلا فده في حد ذاته حاجه كويسه. اول ما عملنا التمرين لا بان جدا يعني. حضرتك مشرفني جدا. ندخل بقى على الجزء الثاني، موضوع التأليف. تمام. حضرتك بقالك قد ايه كده؟ بص، هو التأليف ابتدى معايا وانا ممثل. تمام. فوانا ممثل وانا قارئ جيد، لان انا عندي مكتبه الحمد لله في البيت فيها كل علوم الانسانيه، علم نفس، اجتماع، ذره، تاريخ، فن، ادب، كل ما يتراءى الى ذهنك هتلاقي الكتب دي عندي وبحب اقرا فيها، واللي علمني القراءه الفنان الراحل نور الشريف. الله يرحمه. تمام. الله يرحمه ويحسن اليه يا رب ويغفر له. فلما انا كان بيجيني عمل علشان امثله وكنت اقراه، كنت احس ان ايه، في الجمله هنا مش راكبه، اذا ان المشهد هنا ناقص، فاقترح تعديل على المخرج او على المؤلف صاحب العمل. تمام. بمنتهى الادب يعني، فيقول لي ده هايله جدا، يلا نعمل ده. فمره في مره في مره حسيت ان انا عندي ملكه الابداع التاليف، فبدات اجرب نفسي في الافلام الروايه القصيره، لقيت نفسي بعمل فيلم مختلف عن الافلام اللي بتتقدم. لما بدات اكتب مسلسلات وعملت معالجات وعملت حاجات وبقيت اقدمها، لقيت الناس بتقول لي لا، ده انت بتكتب حاجه مختلفه، بتكتب لغه مختلفه. فبالتالي بدات اكتب سينما، واخد بال حضرتك؟ يعني انا في فيلم ليا باذن الله تعالى بيتحضر، بطوله محمد رمضان، محمد ده ابني يعني. ممكن في ناس تكون مختلفه معاه في بعض التصرفات، لكن محمد من جواه حد طيب قوي. وانا الحمد لله اول مسرحيه كان سنه 14 سنه، كان ساعتها في ثانيه اعدادي، كانت مسرحيه دي من انتاجي وكان هو بيمثل فيها، ما كانش حد يعرف عنه حاجه خالص، كان لسه بدايته. حتى قبل البدايه، واخد بال حضرتك؟ هو كان ساعتها ممثل وولد في ثانيه اعدادي يعني. تمام. حاسس بالموهبه وبيمثل في مسرح المدرسه، وبدا يبقى في بيني وبينه بعد ما شفته رايح اتفرج على المسرحيه بالصدفه، معزوم من مخرج المسرحيه، فشفته فقلت له انا داخل اعمل مسرحيه للاطفال، تعالى يا حبيبي. لقيته الولد على المسرح طاغي يعني، محمد موهبته مش فظيع بصراحه يعني، مش موهبته جايه دلوقتي، فنان كبير ويتحط في الدور مهما كان الدور. ده لما غنى نجح. يعني سبحان الله، ده من عند ربنا بجد. لما بيعمل اعلانات نجح. فأي حاجة بيحط رجله فيها سبحان الله فعلا بيتفوق فيها، نيته حلوة. والله الولد ده وبيعمل خير على فكرة، يمكن ربنا سبحانه وتعالى بيكرمه على قد الخير اللي هو بيعمله، هو اللي محدش يعرف يعني. هو ساعات بيعلن وفي حاجات كتيرة هو ما بيعلنش عنها، انما فمحمد مؤلف فيه ان شاء الله، في عمل بيجمعني بيني وبينه. وكان عندي مسلسل من ملفات المخابرات المصرية، وانا في العريش سمعت عن بطولات وخيانات كتير جدا، فلفتت نظري حدوته كده، طفل صغير ساعد طفل بدوي، امي لا بيعرف يقرا ولا يكتب، قدر يعمل عمليه مخابراتيه من طراز فريد. قعدت ابحث في العمليه دي واجيب قرارها زي ما بيقولوا، وقدمتها للمخابرات وافقوا لي ان انا اكتبها، قعدت اكتب 3 سنين فيها، وبعدين جيت قدمتها لاحمد عز، اختلفنا انا وهو، لان هو كان من وجهه نظره ان الولد دوره اكبر من دور ضابط المخابرات. تمام. وهي الحدوته هو البطل بتاع الحكايه. فقعدنا نحاول بقدر الامكان ان احنا نوصل للمعادله ان احنا نتفق، فشلنا في الاتفاق، فدلوقتي بيعملها اسر ياسين، بنحضرها معايا اسر ياسين. طيب نعرض الفيديوهات بعض اعمال حضرتك كده. ده شرف ليا يا ست كل. ترجمة
اللي يخليه يجري ورا الأميرة في كل مكان ويرمي نفسه قدام عربيات ده أكيد إرهابي. يا سيدتي إرهابي أبو سيدك يا بيه، ابني ملوش في السكة دي خالص. ده حتى تملي في حاله يا باشا. أنا ما كانش قصدي يا باشا، ده غلبان والله ما كان قصدي. لا قصدك ولا قصدي، كتمي بقى. هات الواد اللي بتاع الأميرة من الحجز. حاضر حاضر. أدهم جهزت الفلوس ولا لسه؟ فلوس إيه بس يا عم حمدي، وإحنا اللي بينا فلوس؟ الظاهر كده. ليه بس يا راجل، ده إحنا واخدين عيش وملح. أنا وأنت، مش أنا وأنت والشركة اللي مشغلاني. طب اسمع، أنا معايا 70 جنيه أهم وهقسط لك الباقي. أنا هاخدهم منك، بس ما وعدكش أنزل لك بضاعة. ليه بس؟ لأنك مش على خط سيري. طب وإن شاء الله إمتى هبقى على خط سيرك؟ لما تدفع اللي عليك. سلام يا أدهم. أنا البيت دلوقتي، طبعًا أول ليل كنت بتكرم في أوسكار ألبين مع عادل عمار. انبسطت جدا واتكرمت وشفت جمهور جميل جدا، وده اول مره اطلع من حزني ومن البيت اتكرم النهارده. الحاجه الثانيه ان انا قلت قبل ما انام اقول لكم تصبحوا على الف خير، وحشتوني جدا. حرق الدم ناس كتير قوي، يعني اشمعنى فيفي حد تقول لك انا بحرق؟ اخر صوره كانت مدام فيفي معانا. تمام، ده كان في المهرجان. في المهرجان انا بتربطني بيها صداقه اكتر من 28 سنه. تمام. فلما جيت فكرة ان انا اعمل مهرجان في راس البر السينمائي هناك، فاول واحدة كنت عزمتها هي فشجعتني جدا وقالت لي، قلت لها هينجح؟ قالت لي هينجح، كمل يا واد واحنا نشتغل. تعرفها في حد لطيف قوي وابن بلد يعني. فعملنا المهرجان في راس البر، نجح نجاح الحمد لله كويس قوي. رحنا ناقلين على بورسعيد، عملنا برضو حفلة جامدة جدا، وبعد كده استقريت في القاهرة، لان تكلفه المحافظات بتبقى اغلى كتير في انك انت بتاخدي ضيوف اغلى عن انك انت بتعمليه في القاهره. في القاهره بيجي ياخد تكريمه ويروح. انما في بقيه المحافظات انت بتشيلي همه في اكله في شربه في نومه في انتقالاته في حاجات كتير جدا. فاضطريت ان انا بعد تجارب عديده في راس البر، بورسعيد، المنيا، المنصوره، السويس، قلت لا انا استقر في القاهره. في القاهره. تمام حضرتك، مش عايزه اقول لحضرتك مبسوطه جدا. الله يخليك. الفقره دي والساده المشاهدين مبسوطين جدا، ولو حضرتك تشوف كميه الناس فعلا اللي بتحبك. الله يخليك، ده من ذوقك يعني. والله لا بجد، لا انا ما بعرفش اجامل، المعروف عني ما بعرفش اجامل. الناس اللي حضرتك بتحبك بتحبك فعلا من قلبها. أي. يعني مجرد اللي احنا عملنا كده لحضرتك طالع دخلوا على الصفحه، لا بجد فعلا هتجيبوه. طب البرنامج ايه بتاع، يمكن الحد كمان اللي ما بيشوفوش البرنامج اهتموا. أي. ويشوفوا عشان فقره حضرتك النهارده. الله يخليك، ده من ذوقك والله، نورتني جدا. وطبعا ان شاء الله ده مش هيبقى اخر لقاء، هتوعدني حضرتك طبعا. ده شرف ليا. ميرسي لحضرتك على الفقره. تحت امرك. طيب نطلع فاصل بقى ونواصل فقراتنا. ورجعنا لكم من الفاصل، ومعانا بقى دلوقتي الفقره الثانيه، الفقره المحبوبه لكل عندهم قنوات على اليوتيوب وكل اللي عايزين طاقة إيجابية. معانا الأستاذ مجدي عبد الغفار، أخصائي نفسي ويوتيوبر الاثنين، صح؟ تمام. منورني. ربنا يخليك يا فندم. شفت حضرتك فيديوهات كتيرة على اليوتيوب بتدي طاقة إيجابية للناس، وبتحب كده تديهم طلة مشرقة على الحياة. تمام. صح؟ وده حضرتك تخصصك مظبوط؟ هو أنا أخصائي نفسي. فاللي خلاني اعمل قناه على اليوتيوب يعني انا حابب ان انا اشارك كل حاجه انا اتعلمتها مع الناس. تمام. بتفيد الناس. يعني اي حاجه انا اتعلمتها حابب ان انا اديها للغير بدون مقابل. تمام. فدي حاجه. الحاجه الثانيه انا اللي خلاني برضو اخش مجال اليوتيوب ان انا حابب ده، يعني ما ينفعش حد تحب تتكلم مع الناس والناس تسمعك. وبستحمل مثلا قاعده قدام الكمبيوتر، استحمل مثلا ان انا لسه هعدل في الصوت، كل الحاجات دي بالنسبه لي انا ببقى مستمتع وانا بعملها. بتحب الموضوع ده. لازم اكون فعلا اللي بيحب الموضوع ده فعلا بيدي فيه طبعا يعني وبينجح فيه. واللي انا شايفاه فعلا بسم الله ما شاء الله، يعني من غير حسد، اللي حضرتك فعلا نجح في الموضوع ده، وعندك ناس بيستنوا كده الفيديو بينزل علشان يشوفوا المشاهده بتاعته. ده فضل من عند ربنا والله. يعني الفكره كلها فعلا إن حب النهارده الحلقه، فعلا حب الناس ده من حب ربنا فعلا سبحانه. ورضا ربنا على البني ادم. هي الحلقه النهارده كده، سواء الفقره الاولى او فقره حضرتك. الحمد لله. قول لي حضرتك بقى كده،
الأخصائي النفسي تمام المفروض بيأهل الناس بيديهم طاقة إيجابية ولا يعني المعروف عنه ولا بيحل مشاكل ولا إيه بالظبط؟ مصطفى فندم في البداية بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. السلام. الأخصائي النفسي هو يعتبر أكتر شخص بيساعد الناس إن هم يخرجوا الطاقة اللي جواها سواء كانت طاقة سلبية أو طاقة إيجابية. هو بيساعد الناس على الطريق الصحيح، يعني مثلا بيعمل جلسات تعديل سلوك، جلسات إرشادية، جلسات تنموية، الهدف منها إن إحنا بنشوف الشخص اللي قدامي، نفترض مثلا في حد مثلا عنده مشكلة. تمام. لو نفترض مثلا التدخين. ده يعتبر سلوك سلبي. أنا دوري هنا إن أنا أقول له الطريق اللي يمشي فيه صحيح، ولكن مين اللي بيحل المشكلة؟ هو اللي بيحلها. بس أنا بقعد معاه بخليه يطلع كل الكلام اللي جواه. واقول له على الحاجات الايجابيه اللي هو عملها في حياته واخليه يستمر فيها، اشغله بحاجه تانية تبعده عن الحاجه السلبيه اللي هو بيعملها. تمام. طب نفترض مثلا لو جاني نفترض مثلا طالب متفوق يبقى ده هعمل معاه جلسه تنمويه انميه اكتر. اقول له لا انت هنا بس مش يعني هديله تعزيز بشكل ايجابي، ما اجيش مثلا احبطه واقول له اللي انت بتعمله ده غلط، لا. اقول له اللي انت بتعمله انت ممتاز جدا فيه. بس هيبقى احسن لو انت عملت كذا. بتشجعه. اشجعه، ده تعزيز. تدي طاقه تشجيع. وتشجعه. كذلك برضو نفترض مثلا يعني كل انواع الطلاب، في مثلا طالب ممكن يكون مستواه متوسط. ابدا برضو هنا اشوف الحاجه اللي هو الحلوه اللي بيعملها ايه، المهم ان انا اركز على الحاجه الحلوه اللي فيه. ما افضلش طول الوقت اقول له لا انت هنا غلطت كذا. النقد ده بيوقع. يعني النقد ده بيخلي الواحد ما يستمرش. حتى يمكن اكتر حاجه انا بقولها مع نفسي وبقولها للناس كلها، ومن الصبر يرتفع القدر. صح. اغلب الناس مثلا عندها استعجال، ما فيش صبر، عايزه تحقق الحاجه بشكل سريع جدا. في حين ان انت يعني عايز مثلا في يوم وليله تحقق كل حاجه. طيب انت بنيت ده، يعني دخلت مثلا جواك الحاجات المطلوبه، يعني المعدات والقدرات، لازم انمي نفسي. مظبوط. ما ينفعش ان انا في يوم وليله اوصل لده. تمام. لازم امشي على خطه. يعني مثلا انت قايم اول حاجه انت قمت من النوم، هتعمل ايه النهارده؟ يومك ده هتعمل فيه ايه؟ فهي الفكره كلها هنا ان الاخصائي النفسي دور ان هو يدي طاقه ايجابيه لكل انسان مهما كانت مشكلته. انا بشوف الانسان اللي قدامي هو مريض يستحق العلاج وليس كمجرم يستحق العقاب. يعني انا مثلا لما بقعد مع حد وبيعمل سلوك غير اخلاقي او سلوك عدواني، عنف، تنمر، اي نوع من انواع السلوكيات عامه، ما اجيش ادخله في سكه ان انت مجرم، هو كده مش هيستمع ليا، مش هيطبق ان انا هقوله. لازم يكون هو جاي يتكلم معايا، هو اكتر شخص هيفضفض له هو انا. يعني هو مثلا مش هيتكلم مع والده او والدته في الحاجات اللي هو يحكيها لي. بيديني الاسرار بتاعته كلها. في حين ان انا اساسا في مبدا سريه، يعني هو انت هتحكي لي الحاجه مستحيله اقولها لاي حد. يعني شرط من شروط ان انا اكون اخصائي نفسي ناجح ان انا اكون كل الحاجه اللي بتتقال لي هي سر بيني وبينه لا يعلمها الا الله سبحانه وتعالى. الحاجه الثانيه لازم يكون هو صريح. ما ينفعش يعيش في قصه فيلم هو مش يعني مش موجوده في الواقع وانا لما اجي امشي معاه في الطريق. من الثقه المتبادله، فانا عشان اوصله للصراحه لازم احببه فيا. تمام. لازم اشاركه تجاربي الشخصيه، احكي له موقف انا مريت بيه في حياتي عادي خالص لما اتكلم معاه عشان اقرب منه اكتر. لازم بقى يعني الحاجز النفسي ده اخليه مش موجود. زي بالظبط مثلا لما مندوب كده مبيعات بيخش مثلا على حد بيكسر الحاجز النفسي بينه وبين العميل عشان خاطر يبقى بيتكلم كانه بيتكلم مع حد يعرفه بقاله فتره طويله. فانا نفس النظام، الاخصائي النفسي هو اكتر شخص هيساعدك في حل مشكلتك، اكتر شخص انت هتتكلم معاه وكلام بينك وبينه لا يعلم الا الله. في نفس الوقت لازم تكون صريح معاه وتثق تماما ان هو ده الشخص الوحيد اللي هيحل لك المشكله بتاعتك لو انت يعني صدقت ده. تمام. تمام. ده بالنسبه للاخصائي النفسي. طيب موضوع اليوتيوبر بقى اللي خلاني اتجه لليوتيوب، يعني انا من صغري حضرتك عندك كذا قناه. عندي صح؟ قناه دروس مجدي وقناه يوميات عائله ميجو، دي قناه الفلوجات، انا وزوجتي وبنتي كرمة بنطلع مع بعض كده نعمل فيديوهات، بس برضه فيديوهات تعليميه. يعني ممكن مثلا ابقى بتكلم مثلا مع كرمة. طب تعرف انا لو انا شفت قناه واحده، انا لو اعرف القناه الثانيه خاصه بالاسره كنت دخلت زوجتك معاك، هي مستنياك بره. انا عارفه. انا لو اعرف ان القناه دي فعلا فيها الزوجه كنت مش مشكله. ان شاء الله المره الثانيه ان شاء الله الجايات كده ان شاء الله. فقناه دروس مجدي بقدم فيها كل الحاجات اللي انا اتعلمتها في حياتي. يعني مثلا انا بحب المونتاج. تمام. انا كل حاجه اتعلمتها اتعلم ذاتي، يعني ما خدتش كورسات. تمام. مع نفسك. مع نفسي. كنت مثلا بفضي الاجتهاد على فكره، هو اجتهاد
وفعلا الموضوع ده لما تحب حاجة بتفضل تجتهد فيها كده لغاية ما تنجح فيها. أكيد طبعا، يعني أي حد بيحب حاجة بيبدع فيها وبيستمر وبيستحمل عواقبها. يعني مثلا العقاب ان انا شايف ان انا ممكن اقعد لمده 12 ساعة على الكمبيوتر عشان اعمل فيديو، ده من يعني اي حد تاني يشوفه عقاب ان انت تقعد كده، لكن انا بالنسبه لي انا هستحمل 12 ساعة وبعد كده في الاخر الفيديو يطلع لنا مثلا 10 دقائق او ربع ساعه يعني تقطيع وتظبيط صوت ومونتاج حاجات كتير قوي يعني. اكيد طبعا انتوا عندكم خلفيه اكبر مني عن الحاجات دي. فالحاجه هنا ان انا لما حبيت الحاجه دي بدات ان انا اتعلم، يعني ادخل مثلا اكتب في السيرش سواء في محرك جوجل او في اليوتيوب، عايز مثلا اتعلم مونتاج، عايز مثلا اتعلم برمجه، عايز مثلا اتعلم خلي بالكم الحاجات الصوت. دي مونتاج وبرمجه وتظبيط الصوت والطاقه الايجابيه. ادخلوا على القناه دي في انهي قناه الحاجات دي؟ في دروس مجدي. دروس مجدي، ادخلوا على القناه دي، خلي عندكم بقى طاقه ايجابيه كده. حتى انا محدد مثلا كده كل مثلا اسبوع بعمل فيديو تحفيزي، الهدف منه اغلب منشئين المحتوى على اليوتيوب بيبقى بيصيبهم الاحباط السريع عشان مفيش مشاهدات قليله، اشتراكات ضعيفه. لا، اللي يدخل اليوتيوب يحط في دماغه الصبر الصبر الصبر، لو ما عندكيش الصفه او ما عندكش الصفه دي من الاول بلاش تدخلوا مجال اليوتيوب خالص، يعني هيبقى صعب بالنسبه لهم جدا عشان اغلبهم عايزين، يعني فاكرين ان انت مثلا لما تخش مجال اليوتيوب انت في يوم وليله ممكن توصل بشكل سريع. بيحصل، بس ده عشان يحصل لازم حاجه اسمها ترويج. يعني مثلا اطلع مثلا مع قناه كبيره يتكلم عني، او ممكن اعمل مثلا اعلان ممول على جوجل ادورد، فده هيكون سريع معايا، بس اكيد طبعا هحتاج منه فلوس تمويل كتير. لكن لو هتبدا لوحدك فانت هتتعب، بس والله العظيم هتلاقي كتير. طب قول لي دلوقتي بقى، السؤال بيجي لي كتير قوي، لو حد منشئ قناه جديده تمام يحتاج فلوس قد ايه عشان يعمل له اعلان ممول عشان يبدا يقول بسم الله الرحمن الرحيم ويبدا يجي له ناس؟ تمام، الفكره كلها بتعتمد هنا اول حاجه الفيديو اللي هو يعمل بيه اعلان ممول، يعني الاعلان نفسه اللي هو الفيديو مثلا ممكن يكون من 30 ثانيه، في ناس بتعمله دقيقتين، بس يفضل ان هو يكون قصير صغير وبيعبر عن محتوى القناه بالكامل. يعني مثلا يبدا السلام عليكم ورحمه الله وبركاته، انا مجدي عبد الغفار منشئ محتوى على اليوتيوب، بقدم كذا كذا كذا، اتمنى يكون الناس تخش تتفرج على القناه وتشوف المحتوى اللي انا بقدمه. تمام، وفي ال 15 ثانيه او ال 30 ثانيه دول هو بيعملهم يكون طلع كل طاقته من ناحيه مثلا الحاجات اللي هو بيعملها في الكلام وكده. بيشد اول حاجه الفيديو، عشان هو الفيديو اللي هيجيب بعد كده مثلا مشاهدات، وفي نفس الوقت الناس تبقى حابه تشوف حابه تشوفك. ما ينفعش مثلا ابقى طالع في الفيديو ساكت، ما فيش اي ايموشن عملتها في الفيديو تخلي الشخص وهو بيتفرج على الفيديو كده ينبهر او يبقى فيه انتباه. انا عايزك تركز. هتركز ازاي وانا صوتي واطي، في تشويش حواليا، او الاضاءه مثلا ضعيفه، لازم اظبط كل ده. طيب انا مش بعقدها والله، بس الفكره كلها اول حاجه اتعلم ان انت تتكلم كتير. يعني ممكن مثلا يبدا حوار بالبيت، اتكلم مع اخواتك، اتكلم مع والدتك، مع والدك، حضر الموضوع كده واطلع اتكلم، هيحصل لجلجه تلعثم وهتعرق. ده في الاول في الاول كده، وبعد كده الدنيا بتمشي. بس انا بوصي لكل واحد عنده قناه يبقى فيه صبر جامد، تقدم محتوى انت بتحبه عشان تعرف تكمل فيه. بلاش مثلا موضوع معين كده ويجيب موضوع من الشرق، لان بشوف قنوات غريبه قوي، مشكله موضوع من الشرق ومن الغرب وكده، طب فين المحتوى؟ الفكره ان هو لا تكن امعاء، يعني مثلا ما تقلدش، يعني خلي ليك شخصيه، خلي ليك فكره ابداعيه عشان اللي بيتفرج عليك بيستمتع باللي انت بتقدمه. تمام. الفكره بقى دلوقتي قد ايه الميزانيه عشان يعمل اعلان ممول؟ يعني مثلا في مثلا يبدا ممكن ب 80 جنيه في مثلا ب 400 جنيه، ده حسب الحساب اللي هيعمله. يعني مثلا في حاجه اسمها جوجل ادورد. لو انا هعمل اعلان ممول ادورد، هنا بيقول لي انت عايز الحساب بشكل يدوي ولا بشكل تلقائي؟ بشكل يدوي يعني انا المتحكم في الحساب، لما الفلوس اللي موجوده في الفيزا تخلص الاعلان هيقف. تمام. فبيقول لي الفلوس قد ايه اللي انت تعمل بيها؟ حد ادنى 80 جنيه. ممكن اعمله مثلا باي فيزا، فيزا انترنت، بس لازم تكون فيزا انترنت او مثلا فيزا فودافون كاش. تمام؟ لكن ما ينفعش فيزا مشتريات او كده، لا لازم تكون فيزا انترنت. انترنت يا فودافون كاش. ممكن يعمل فودافون كاش عادي. تمام. ب 80 جنيه. ده لو ايه؟ لو هيعمل الحساب على جوجل ادورد حساب يدوي. تمام. يعني هو المتحكم فيه، لكن لو عمل حساب تلقائي لما تخلص الفلوس اللي هو حاططها في الفيزا ادورد ممكن يبعت له 400 جنيه تاني، بس هيسدهم بعد كده في اي وقت. طيب يعني بس الحد الادنى لعمل اعلان ممول على جوجل ادورد والحساب تلقائي 400 جنيه. 400. تمام.
فده الميزانيه اللي ممكن مثلا يبدا بيها، لكن انت عايز بقى ميزانيه تخلي الاعلان يكون قوي جدا، فاكيد طبعا هتدفع مبلغ كبير. طيب احنا كده اخذنا ايه يعني، حاولت الم الموضوع كله سواء اخصائي نفسي او يوتيوب. انا بشكرك جدا على الفقره، وان شاء الله مش تبقى اخر فقره معانا، هتشرفني تاني عشان تفيد الناس وتديهم طاقه ايجابيه كده. ربنا يكرمك. متشكره لحضرتك. لا ربنا يخليك. نطلع فاصل ونرجع بقى لفقره المطبخ والاكل. ورجعنا لكم من الفاصل، والفقرة اللي انتوا بقى بتحبوها جدا هي فقرة الأكل. والنهاردة الفقرة مميزة، عملنا الساندوتشات زي بتاعت برة بالظبط، يعني زي بتاعت كنتاكي، يعني تحفة، نظافة، أحسن كمان من بتاعت برة، توفير. يعني بصوا ملكوش حجة فعلا اللي انتوا تعملوا الوجبة دي لولادكم لما تقول لكم ايه عايزين ناكل برة، وانتوا عارفين بقى تكاليف برة ايه. منوراني يا شيف فاطمة. الله يخليكي. ريحة الفراخ وانا قاعدة بعمل الفقرات شغالة، يعني جعت. ما حضرتك بقى الكاميرا نقلت الصورة، انت تقولي لهم الطعم باحساسك. لا 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 فظيع. قولي لي بقى ايه عملتي ايه بقى كده. الاول تتبيل الفراخ بتتبلها قبلها بليلة اهم حاجة. تتبيلتها ايه بقى؟ تتبيله الفراخ واحط معلقه صغيره من الحاجات اللي هقولها دلوقتي. توم باودر، جنزبيل، بحط ربع معلقه من الكاري. تمام. معلقه كبيره بصل باودر. تمام. رشه خفيفه من الحبهان ورشه خفيفه زعتر. وبحط عليهم كمان شويه صغيرين من السبع بهارات، يعني رشه خفيفه كده. يبقى توم باودر، بصل باودر، جنزبيل، كاري، معلقه صغيره كركم. توابل كتير شويه بس النتيجه تستاهل يعني. تمام. كركم وزعتر ومعلقه صغيره كاري وسبع بهارات وملح وفلفل طبعا. ملح وفلفل اكيد. تمام ماشي. بعد ما تبلنا قبلها بيوم بنعمل ايه بقى؟ بحطها في الثلاجه لتاني يوم. لو مستعجله ممكن اسيبها ساعتين اقل حاجه عشان تاخد نتيجه كويسه. تمام. بعد كده بجي بقى اعمل اللي هو الكفر اللي هو القشر المقرمشه. أيوة. دي عشان دي بتقع من ناس كتير. هي بتبقى مقرمشه. بنحط كوبايتين دقيق عليهم كوبايه نشا وكيس بيكنج باودر. وبحط عليهم بقى ربع معلقه صغيره من الكركم وربع كاري، معلقه كبيره بصل باودر، معلقه صغيره توم باودر. بحط كمان رشه خفيفه جدا من الزعتر. تمام. ورشه خفيفه من الفلفل الاسمر، واللي يحبوا بقى سبايسي حار يحط بقى في شطة. التتبيله معلقه شطه. شطه. انا هنا حاطه معلقه بس مش هتاثر، يعني باخد طعم الشطه بس، لكن ايه مش هيبقى فيها اللسعه بتاعه الشطه، باخد طعمها بس. تمام. وبنضيف برده على الخلطه اللي هي الخارجيه ممكن نضيف معلقه صغيره شطه برده اللي يحبوا حرق. تمام. وبعد كده بتقليه في زيت سخن. زيت قوي. سخن غزير. زيت سخن غزير. هو انا شفت وتكون قطعه الفراخ تخين، يعني احنا مش بنقطعه بانيه. لا مش رفيع. لا ما هي هيك زي كده. يعني الصدر بيكون على قطعتين او ثلاث قطع او اربعه بالكتير. تخينه. يعني. طب دي تستوي على النار على طول؟ بتستوي على النار. الاول بهدي النار اول كام دقيقه، اول ثلاث دقائق. يعني اسخن الزيت قوي. وبعدين احط الفراخ وبعد كده اهدي النار. اهدي النار لحد بس ما احس انها ابتدت تلون. تلون. بعد كده برفع الزيت عشان ما تبقى النار عشان ما تبقاش شاربه زيت. تمام حلو قوي. وبعد كده احنا عملنا كمان عشان ما تشربش مني زيت. ما ينفعش ان انا اغرق الفراخ واركنها على جنب، لا مجرد ما بحطها في الدقيق لازم احطها في الزيت على طول. تمام تمام تمام. طب قولي لي بقى انت عملت الساندوتش ازاي؟ انا الاول بدات هنا حطيت الاول اللي هو الصوص اللي عملته ده. ده عباره عن معلقه كبيره مستردة، معلقه كبيره بابريكا صوص البابريكو، معلقه صغيره من الثوم البودر، وبحط عليه ثلاث معالق مايونيز ومعلقه كبيره كاتشب وبقلبهم على بعض. حلو قوي. ده حطيناه وحطينا بصل وطماطم. بدات دهنت الاول بالصوص وبعد كده حطيت الخس وفوقيه البصل وبعد كده الطماطم. وحطيت بقى قطعه الفراخ وشويه من الصوص، وده صوص جبنه. ايوه بيتعمل ازاي بقى صوص الجبنه ده؟ عايز اقول لكم انا بعمله ابداع. هي معلقه صغيره دقيق على النار. بتسخن بس في حته زبده وبعد كده بضيف عليها نص كوبايه حليب. معلقه دقيق على معلقه زبده. اقل من معلقه يعني. اقل من معلقه زبده. تمام. مجرد بس الزبده بتسيح وتسخن مع الدقيق. تمام. وبعد كده بضيف عليهم نص كوبايه من الحليب. نص كوبايه لبن. ماشي. وبعد كده بقى بضيف عليهم بقى كوبايه جبنه موتزاريلا مبشوره. مع شيدر. مع رشه رومي، يعني ممكن معلقه كده رومي على حسب بقى الامكانيات. البيت هي بس بنحط الرومي عشان الجبنه الموتزاريلا هي ملهاش طعم. ايوه ملهاش طعم فعلا. فلازم الرومي بس بتطعمها شويه. وبحط رشه خفيفه من الكركم ورشه خفيفه من البابريكا عشان اطعم بيها الجبنه.
تمام. ورشه خفيفه من الملح. تمام. حطيناها وحطينا بعد كده صبيت فيها الصوص وبعد كده حطيت بقى فيها القطع والبطاطس المحمره. وده بقى انا سيحت قطعه من الجبنه الشيدر اللي مش هيعرف يعمل الصوص. ممكن يسيح قطعه شيدر احطها في طاسه على النار لحد ما لونها يبقى ذهبي. تمام. هتبقى جبنه مقرمشه وبتدي طعم حلو مع الساندوتش. لا تحفه تحفه فعلا. بص الساندوتش عامله ازاي مع البطاطس كمان. لا حاجه فعلا وهم. يعني الساندوتش ده اللي عايزه اقول لكم لما نجيبه من بره هيعدي ال50 يعني. هيعدي عن كده كمان يعني. مش عايزه اقول. خدي لحضرتك بقى وريهم. لا انا هاكل بقى براحتي بقى يعني. هخلص هختم بس. وايه شرفتيني جدا. وفقره كانت مميزه معانا. وان شاء الله مش طبعا مش اخر فقره معانا. انت قاعده معانا بقى شويه كده ان شاء الله. نورتيني جدا. انا الاسعد لحضرتك. ادخلوا على القناه بتاعتك اسمها ايه؟ اسمها لحظه سكر فاطمه مصطفى علي. يلا يا ريت بقى تدخلوا وتشتركوا وتشوفوا الوصفات الجميله دي. بشكركم جدا على حسن المتابعه واستنونا ان شاء الله في الاسبوع الجاي يوم السبت الساعه 11. شكرا لكم. السلام عليكم. We'll be right back.